مرحبا بكم في 100% برونو. المرشحين للفوز بسباق الحدث في تجمع اليوم هم رقم 4 مبروك الأصيل، نتائج مشرفة خلال هذا الموسم، مرشح قوي للظفر بالمرتبة الأولى. رقم 2 تألق في آخر خروج لي يشكل ثنائي قوي رفقة الراكب أبو حيان سفيان. رقم 3 ديب الغابة، مستوى جيد خلال هذا الموسم، كان ضمن الثلاث الأوائل. أرقام غتنافسها كل من رقم 10 رقم 6 ورقم 12. أما العنصرين اللي ممكن يخلقوا المفاجأة في السباق فهم رقم 14 ورقم 7. هادو كانوا توقعات 100% برونو، نخليكم مع توقعات جريدة ديربي. اختار انا ممكن اصابه العوج الزوز من بعد الفوز ديالو الاخير تحت قياده الراكب سفيان ابو حيان. رقم 3 عجبنا السباق الاخر ديالو اللي كان دار بحال بيت المدينه الخامسه وانتصر تحت قياده الراكب ايوب غي. في المرتبه الثالثه نختار رقم 6 البستان، خويو اللي كان جرب عمر جرب مع خويو القويه في السباق ديالو، خويو نقدروا خافوا منه في السباق. عندنا رقم 12 رقم 15 ورقم 14، تنقولوا المفاجاه ديال السباق رقم 8 ورقم 16. أما الآن نتابع توقعات مختلف الجرائد الوطنية. يمكنكم متابعة جميع حلقات 100% برونو عبر قناتنا على اليوتيوب. نهاية الحلقة، حد موفق للجميع.